السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة نسرين محمود من المدرسة الفلسطينية المشتركة في الدوحة، معلمة الرياضيات في الصف الثالث الابتدائي. المدرسة الفلسطينية المشتركة، إعداد المعلمة نسرين محمود. الصف الثالث الابتدائي، تمثيل البيانات بالجداول. السؤال الأول، أصل بين البذرة ونبتتها. هيا أعزائي الطلاب لننظر إلى الصور أمامنا. لدينا مجموعتين من الصور، الصور في الصف الأول هي لأنواع مختلفة من البذور، والصور في الصف الثاني هي النباتات الخاصة بهذه البذور. سوف نقوم بتوصيل كل نوع من أنواع البذور بالنبتة الخاصة فيها. لننظر إلى الصورة الأولى في الصف الأول، ما نوع هذه البذور؟ أحسنتم، هذه بذور البازلاء. أين نبتة البازلاء؟ في الصف الثاني من الصور. رائع، سوف نقوم بتوصيل بذور البازلاء مع نبتة البازلاء. لننتقل إلى النوع الثاني من البذور، ما نوع هذه البذور؟ رائع، هذه بذور القمح، سوف نقوم بتوصيلها مع نبات القمح. ممتاز. الصورة الثالثة لبذور، أحسنتم، الحمص. أين نبات الحمص؟ رائع، نقوم بتوصيل بذور الحمص مع نبات الحمص. أما الصورة الرابعة والأخيرة فهي لبذور، أحسنتم، هذه بذور الفول، سوف نقوم بتوصيلها مع نبات الفول. يمكن ترتيب المعلومات السابقة حول البذور والنبتة المقابلة لها بالجدول الآتي، أكمل الجدول بما هو مناسب. لدينا أعزائي الطلاب جدول مكون من ثلاثة أعمدة، في العمود الأول صور للبذور، والعمود الثاني النباتات الخاصة كل منها بهذه البذور، وسوف نقوم بكتابة اسم النبتة. الصورة الأولى كما قلنا لبذور الحمص، ويقابلها صورة نبات الحمص، إذن سنكتب اسم النبتة، أحسنتم، الحمص. الصورة الثانية لبذور القمح، يقابلها سنابل القمح، أحسنتم، إذن اسم النبتة، أحسنتم، القمح. أما الصورة الثالثة لبذور، رائع، بذور البازلاء، ويقابلها صورة نبتة البازلاء، إذن سنكتب اسم النبتة، البازلاء. والصورة الرابعة لبذور الفول، ويقابلها صورة لنبات الفول، إذن سنكتب اسم النبتة، الفول. رائع. السؤال الثاني، هم منا فلسطينيون. يبلغ عدد مدارس الإعاقة البصرية 8 مدارس، يبلغ عدد مدارس الإعاقة السمعية 11 مدرسة، ويبلغ عدد مدارس الإعاقات المتعددة 25 مدرسة. يمكن تمثيل هذه المعلومات بطريقة أخرى كما في الجدول المجاور. لننظر إلى الجدول أعزائي الطلاب، الجدول يحتوي على أنواع الإعاقات وعدد المدارس الخاصة بكل نوع. فمثلا عدد مدارس الإعاقة السمعية، لننتقل إلى المعلومات الواردة في السؤال ونكمل الجدول. من يخبرني ما عدد المدارس الخاصة بالإعاقات السمعية؟ أحسنتم، 11 مدرسة. عدد مدارس الإعاقات الإعاقة البصرية هي 8 مدارس، وهي مكتوبة في الجدول. الآن ما عدد المدارس للإعاقات المتعددة؟ أحسنتم، 25 مدرسة. لننتقل إلى السؤالين التاليين ونجيب عنهما. السؤال الأول، عدد مدارس الإعاقة جميعها. من يخبرني كيف نجد عدد مدارس الإعاقة جميعها؟ لدينا
مدارس خاصة بالإعاقة السمعية، ومدارس خاصة بالإعاقة البصرية، ومدارس خاصة بالإعاقات المتعددة. مجموع هذه المدارس جميعها رائع. سوف نقوم بجمع 11 زائد 8 زائد 25. من يستطيع أن يقوم بجمعهم؟ أحسنتم، 44 مدرسة. السؤال الثاني، كم يزيد عدد مدارس الإعاقة السمعية عن مدارس الإعاقة البصرية؟ لنرجع إلى الجدول مرة أخرى، عدد مدارس الإعاقة السمعية 11 مدرسة، وعدد مدارس الإعاقة البصرية 8 مدارس. عدد مدارس الإعاقة السمعية أكثر، إذن بكم تزيد؟ أحسنتم، سوف نقوم بطرح 11 ناقص 8 ويساوي 3 مدارس. السؤال الثالث، جدول الحصص. لننظر أعزائي الطلاب أمامنا على الجدول التالي. هذا الجدول يمثل في العمود الأول الموضوعات التي ندرسها في المدرسة، ويقابلها عدد الحصص الأسبوعية لكل مادة أو موضوع. فمثلا مادة اللغة العربية عدد الحصص الأسبوعية الخاصة فيها هي 9 حصص، مادة الرياضيات 6 حصص، ومادة اللغة الإنجليزية 3 حصص أسبوعية. أما مادة التنشئة الاجتماعية فهي 4 حصص أسبوعية، ومادة العلوم والحياة 3 حصص، ومادة التربية الدينية أيضا 3 حصص. لنجيب عن الأسئلة التالية بالاعتماد على هذا الجدول. السؤال الأول، عدد حصص الرياضيات الأسبوعية. لننظر أعزائي الطلاب على العمود الأول على مادة الرياضيات، كم عدد الحصص الأسبوعية المقابلة لها؟ أحسنتم، 6 حصص أسبوعية لمادة الرياضيات. السؤال الثاني، عدد حصص اللغة العربية في أسبوعين. لنرجع إلى الجدول مرة أخرى، كم حصة في الأسبوع لمادة اللغة العربية؟ رائع، هي 9 حصص. حسناً، كم في أسبوعين إذن؟ رائع، سوف نقوم بجمع 9 زائد 9 ويساوي، أحسنتم، 18. السؤال الثالث، عدد الحصص الأسبوعية التي أدرسها. ما عدد الحصص الأسبوعية التي نقوم بدراستها جميعاً لكل المواد خلال الأسبوع كامل؟ سوف نقوم بجمع 9 زائد 6 زائد 3 زائد 4 زائد 3 زائد 3. من يستطيع أن يقوم بجمعهم؟ أحسنتم، 28 حصة. السؤال الرابع، هل هناك حصة للغة الإنجليزية كل يوم ولماذا؟ لنرجع للجدول، كم عدد حصص اللغة الإنجليزية في الأسبوع الواحد؟ أحسنتم، 3 حصص لمادة اللغة الإنجليزية خلال الأسبوع. حسناً، كم يوماً نذهب للمدرسة؟ 5 أيام بالأسبوع. إذن هل هناك حصة لمادة اللغة الإنجليزية كل يوم؟ إذن نقول لا. لماذا؟ لأن عددها لا يساوي عدد أيام الدراسة الأسبوعية. السؤال الرابع، يمثل الجدول الآتي أطوال 4 بنات بالسنتيمتر. لدينا هنا الجدول، في العمود الأول أسماء بنات، وفي العمود الثاني طول كل بنت بالسنتيمتر. بالاعتماد على هذا الجدول سوف نقوم بالإجابة عن الأسئلة التالية. لننظر إلى الجدول، اسم البنت إسراء، طولها بوحدة السنتيمتر 122 سنتيمتر، بانا طولها 110 سنتيمترات، سمية طولها 136 سنتيمترا، أما روان فطولها 128 سنتيمتر. السؤال ألف، البنت الأطول هي، ما هو أكبر عدد من هذه الأعداد؟ أحسنتم، 136
من صاحبة الطول 136 سنتيمتر؟ رائع، سمية. إذن البنت الأطول هي سمية. باء، البنت الأقصر هي؟ نعود للجدول مرة أخرى. ما أقل طول من هذه الأطوال؟ أحسنتم، 110 سنتيمترات. ما اسم البنت التي طولها 110 سنتيمترات؟ أحسنتم، بانا. إذن البنت الأقصر بانا. جيم، أرتب أطوال البنات تنازلياً حسب الاسم. سوف نقوم بترتيب أطوال البنات من الأطول للأقصر حسب الاسم. من أطول هذه البنات؟ كما قلنا في الفرع ألف، البنت الأطول هي سمية لأن طولها 136 سنتيمتر، هو أكبر الأطوال. من البنت الأقل طول منها؟ أحسنتم، روان. من الأقل من روان من حيث الطول؟ أحسنتم، إسراء. أقصر هذه البنات؟ رائع، بانا. دال، هبة أطول من روان لكنها أقصر من سمية، فكم يكون طول هبة؟ لنرجع إلى الجدول ونقرأ السؤال مرة أخرى. هبة أطول من روان، روان طولها 128 سنتيمترا لكن هبة أطول، إذن سيكون طول هبة أكبر من 128 سنتيمتر. لنكمل، لكنها أقصر من سمية، سمية طولها 136 سنتيمتر، هبة أقصر من سمية، إذن كم يكون طول هبة؟ يكون طول هبة أكبر من 128 سنتيمتر وأقل من 136 سنتيمتر. لديكم حرية اختيار أي عدد أكبر من 128 لكن أقل من 136 سنتيمتر. أنا سأختار مثلا 130 سنتيمترا. هاء، من هي الطالبة التي طولها 120 سنتيمتر تقريبا؟ من بين هذه الأطوال ما هو أقرب طول لـ 120 سنتيمتر؟ أحسنتم، 122. من صاحبة الطول 122؟ رائع، إسراء. إذن من هي الطالبة التي طولها تقريبا 120 سنتيمتر؟ هي إسراء. من هما الطالبتان اللتان مجموع طوليهما 250 سنتيمتر؟ أحسنتم، إسراء وروان. لو قمنا بجمع طوليهما سيكون المجموع 250. 122 سنتيمتر طول إسراء زائد 128 سنتيمتر طول روان، عندما نقوم بجمعهما سوف يكون الناتج 250 سنتيمتراً.